على كل حال انا معايا دلوقتي عشان نتاكد يعني على التليفون الاستاذ عبد السلام الرجحي مدير مركز استرلاب الليبي للدراسات. استاذ عبد السلام مساء الخير وكل عام وحضرتك بخير. مساء الخير مساء النور لكم وكل سنة طيبين. ونحن عند عاده الليبي نقول لك صحه شربتك او صحه شربتك. الطحه ايه؟ صحه ايه؟ شربتك. يعني احنا في العاده لابد نشرب لابد في فتره الفطور لحاجة الشوربه شوربه يعني وجبه فاحنا في العاده في تونس وليبيا وتقريبا المغرب المنطقه الغربيه في ليبيا يقول لك صحه شربتك وبالتونسي يقولوا صحه شربتك. الصحه شربكم صح؟ شرب على كل حال لما اجي لك ليبيا يا استاذ عبد السلام نبقى نشوف وافهمها واعرف اقولها كويس قوي احسن منك. على كل حال كل عام والليبيين كلهم بخير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وانا شخصيا بعتذر من العامله المجرمه للمره الثانيه اللي بيعملها عبد الفتاح السيسي. استاذ عبد السلام السيسي ادعى انه ضرب المركز للارهابيين اللي اتدربوا ونفذوا خطه او خطط لقتل الاقباط المصريين بالشكل المجرم ده كما حدث في المنيا. تعقيب حضرتك على الكلام ده؟ طبعا هي الجريمه مدانه يعني قتل الابرياء خصوصا الاطفال في الباص يعني لا ذنب لهم يعني هذه جريمه ارهابيه يعني اللي بيكون منها يعني خصوصا قتل الاطفال لا احد يعني يبرر قتل الاطفال خصوصا ومعظم الليبيين كانوا كلهم متعاطفين مع الاقباط مصر والمصريين بصفه عامه وهذه جريمه لا يستطيع حد الدفاع عنها يعني تنظيم الدوله قتل لنا الكثير من الليبيين يعني ايوه في معركه تحرير سرت خسرنا اكثر من 300 شهيد وفي معركه درنا مئات الشباب وفي صبراتة والان بالامس كانت في معركه شرسه في مدينه بن وليد بين عناصر وفلول تنظيم الدوله ايوه يعني ومنذ ساعتين تقريبا كان هناك قصف على مدينة الهون وهي من ضمن بلدية الجفرة يعني هي وسط ليبيا تحديدا مثل القاهرة حتى مكانها يعني كانت في قلب مصر أيضا الجفرة في قلب ليبيا أيوه منذ ساعة أو أقل كان هناك ده القصف ده مين اللي عامله يا أستاذ عبد السلام؟ طيران مصري للأسف منذ ساعتين؟ يعني من ساعة تقريبا من ساعتين أو أقل بقليل الطيران المصري من ساعتين بيضرب الجفرة؟ وبالامس كذلك يعني مش اليوم بس حتى بالامس ايوه ليه بقى هي الجفره دي ودرنا فيها فعلا ارهابيين يا استاذ عبد السلام؟ الجفره طبعا مكانها بعيد جدا عن درنا تقريبا في حدود 600 كيلومتر مش اكثر يعني وهي منطقه واحه في الصحراء يعني ويعني فيها واحه نخيل وفيها عدد من المصانع والمباني الاداريه خصوصا في فترة القذافي كانت مبنى أو خاصة بالعسكر كان عامة وفيها مجمع يسمى المجمع الإداري هي ليست بمدينة يعني كبيرة مساحتها أيوه هل فيها إرهابيين يا أستاذ عبد السلام؟ هل فيها إرهابيين؟ أحد الكتائب التي قصفت اليوم كانت من ضمن الكتائب التي شاركت في عملية البنية المرصوص التي دعا يعني حاربت وقتلت داعش في سرت وقذف على داعش هذه الكتيبة حتى الآن تعمل في تنشيط في الصحراء وفي الأودية الليبية للقضاء على تنظيم الدولة. هؤلاء لا ينتمون إلا لليبيا وللوطن، لا ينتمون لتنظيم القاعدة. يعني الضربة الأخيرة بتاعت الجفرة دي ضربة ضربت فعلاً مقاتلين من الجفرة بيقاتلوا داعش. صحيح. حتى الآن الحمد لله الأخبار تقول إن ما فيش أضرار بشرية، فقط ضربوا قاعدة الجفرة العسكرية وهي قاعدة جوية. وهي احد القواعد التي تستخدم في حرب على تنظيم الدوله للاسف تقصف الان اعتقد ان هذا العمل هو عباره عن اضعاف القوه التي تكافح داعش خصوصا بعد هناك اخبار ونقلها المتحدث باسم وزاره الدفاع الليبيه سياده العميد محمد المصري والذي اشار بتمركز او الكشف على عده تمركزات لتنظيم الدوله جنوب سرت وهنا جنوب سرت يقصد بها الجفرة وفي وادي اللوز ووادي البي وهي مناطق طبعا شاسعة جدا ليبيا مساحتها كبيرة جدا لما أنا متكلم لك على 1,770,000 كيلومتر مربع يعني وعدد السكان لا يتجاوز 7 مليون في الحد الأقصى يعني
فالحقيقة هذا إضعاف للقوة التي تحارب داعش. لا أعلم لماذا، يعني أعتقد أن هناك الآن مجال عام سيء جدا تجاه مصر، يعني هنا أتكلم عن النظام المصري. الفين يعتقد أن النظام المصري نظام طائش غير ناضج في تعامله مع الجيران، رأينا تعامله مع السودان ودعمه للمرتزقة والمعارضة السودانية ومدها بالمدرعات. اليوم رأي يعمل يعني أفاعيل في ليبيا، أعتقد يعني وأنا يعني ممكن نتجهون أن نعملوا اتفاق دفاع مشترك مع دولة أوروبية، إيطاليا ولا الولايات المتحدة الأمريكية، حتى تحمينا من طيش السيسي. صحيح نحن جيران وأشقاء، لكن الاستعراض العسكري الذي مارسه قوات السيسي على ليبيا ونحن في يعني لا ننكر نحن في فترة ضعف أستاذ محمد، نعاني من حظر سلاح، لا يوجد لدينا سلاح الذي تمتلكه مصر، الستاش والأباتشي والقوة العسكرية يعني. لكن أحب أفكر يعني النظام السيسي والداعمين لي أن صدام حسين عندما غزا العراق كان واقع قريب جدا، كانت الكويت ضعيفة مقارنة بالعراق. ومع هذا أقول شيء، يعني الليبيين كافحوا الاحتلال الإيطالي لمدة 33 سنة، استشهد في هذه المعارك أكثر من 450 ألف، يعني أنا أقول هذه أرقام حقيقية ليست أرقام أوهام، أكثر من 40% من الشعب الليبي قتل بين المنافي والإعدامات في فترة الاحتلال الإيطالي ولم نسكت، وذلك الوقت نحن حفاة عراة. الآن في ليبيا 20 مليون قطعة سلاح، اللي إذا كان الجيش المصري يريد أن ينتهي في المحل الليبية فالليبيين مستعدين. لا أنا أطمنك يا أستاذ سلام، هو هيفضل يحارب جو كده عشان يأهل الأرض اللي حفتر، عشان هو يضرب من فوق وحفتر يخش على الأرض، وهيفضل كده يستمر، وهياخد التلكيكة أو الحجة دي عشان يمهد جويا المجال لحفتر للسيطرة على ليبيا. لا أنتوا لا هو بص حاجة أنا أقول لحاجة أستاذ محمد، حفتر ما عندهاش القوة الكبيرة، الوهم فقط اللي الإعلام والضخ الإعلام والاستعراضات. حفتر في مدينة يعني الآن أكثر بعد 1000 يوم يعني من بداية عملية الكرامة لم يستطع السيطرة على بنغازي بالكامل. حتى الآن هناك جيوب داخل المدينة، ومدينة بنغازي ليست مدينة مساحتها ليست بالكبيرة، يعني الآن مدينة درنة حتى الآن يستطيع السيطرة عليها. من يومين في شيء مهم أستاذ محمد، أيوة، من يومين خرج ضباط وعسكريين من قادة محارب قوات عملية الكرامة اللي يخوضها خليفة حفتر، وطالبت بالتحقيق في من هرب تنظيم الدولة الموجودين في سرت، عندما كانوا أبناء مدينة درنة يدكون في معاقل تنظيم الدولة في درنة وقرب نهايتها، بدل ما أن يكون هناك حصار والقضاء عليه بالكامل، هرب هؤلاء ويعني أكثر من 140 سيارة عسكرية توجهت من درنة إلى سرت 700 كيلومتر، فتح لها الطرق طغرات خليفة حفتر. هؤلاء العسكريين وأمراء وقيادات على الأرض من يومين دارت بيان مصور وفيديو بثاته كثير من القنوات الإعلامية، قالوا نريد فتح تحقيق في من يهرب داعش. أعتقد أن هناك تنسيق لتغول داعش في ليبيا أكثر وأكثر. أيوة هو ده بالضبط، وهو ده يبدو أن هو النظام العالمي الجديد أو القوى الإقليمية اللي بتسيطر على المشهد محتاجة تخلي داعش أكبر في ليبيا. الأستاذ عبد السلام الركحي مدير مركز استرلاب للدراسات، بشكرك جدا، وكل عام وليبيا بخير وإن شاء الله تنزح الغمة دي. بس الأستاذ عبد السلام حط إيده على نقطة مهمة، أن يبدو أن القوى الإقليمية الداعمة للإرهاب والساعية إلى عمل خريطة شرق أوسط جديد خاصة في الخليج، القوة دي نسأل الله لأهل الخليج كلهم السلامة وأنه يفضلوا متمسكين يعني، لكن القوة دي يبدو أنها محتاجة داعش أكبر من كده. داعش بقت خطة معروفة، الأمريكان يعملوا داعش يحطوها في العراق عشان تفضل العراق بايظة، يعملوا داعش يحطوها في سيناء عشان تفضل سيناء بايظة، يعملوا داعش يحطها في ليبيا عشان تفضل ليبيا بايظة، ويستمر الصراع في المنطقة، وده كله لصالح إسرائيل بتمويل الحقيقة عربي مسلم.